distinguished delegates, ambassadors, ladies and gentlemen. The theme of this forum this year is changing assumptions, which requires being open to new ideas and revisiting old ones that no longer work. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة، السيدات والسادة الحضور الكرام، وانطلاقا من هذه الحقائق والأوضاع، بات لازم على المجتمع الدولي التعامل مع هذه التداعيات المؤسفة للأوضاع في سوريا بشكل مختلف، عبر اتخاذ موقف دولي حازم وتقديم الحماية الدولية للشعب السوري ومساعدته لتمكينه من الدفاع عن نفسه أمام الجرائم البشعة التي ترتكب في حقه، وتضافر الجهود لإيجاد الحل السياسي الصحيح من يترك للشعب السوري تقرير مصيره الذي يكفل لسوريا سيادتها ووحدتها ويعيد الاستقرار لربوعها ويلبي مطالب شعبها المشروعة. إن مسارات الانتقال الديمقراطي ليست عملية سهلة بل معقدة وطويلة المدى، ونحن نعرف أين سنذهب في تونس، ونعرف مدى الصعوبات، ونعرف أن جهدنا الذاتي سيكون هو الأساس، ولكن دعم وتعاون أشقائنا وأصدقائنا سيكون عاملاً محدداً لحماية هذه التجربة الفريدة التي تستحق أن تعيش وتستحق أن تنجح. نرجو لأعمال المؤتمر كل النجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.